سنة طيبين. طبعا في بعضكم بيسأل يا ترى النظام السنة دي سنتر ولا أونلاين يا مستر؟ الإجابة بصراحة ما حدش عارف، بس إحنا مش هنستنى كتير ونتأخر، إحنا هنبتدي أونلاين لحد الحكاية ما تبان. تعالوا نبدأ شوية في النظام بتاعنا. إحنا متعاقدين مع منصة اسمها EG Courses. المنصة دي متخصصة جدا في مجال الأونلاين، وعليها مدرسين كمان كبار جدا ومتخصصين. طيب هنعمل الحصة إزاي؟ بص يا سيدي، الحصة اللي كانت 3 ساعات مملة في السنتر هنقسمها إلى فيديوهات خفيفة ولذيذة، وأكيد كل فيديو هيكون فيه إيفالويشن في الآخر. الفيديو فترته مش هتتجاوز تقريبا 30 دقيقة، وعشان ما تسرحش في الفيديو هنحط لك أسئلة إيفالويشن عشان نضمن إنك فاهم تمام. طب وأسلوب الشرح يا مستر؟ ما تقلقش، أسلوب الشرح بتاعنا مبسط على الآخر، وكمان بنعتمد على الفهم وبس، مش هنخليك تقعد تحفظ، وهنخليك تجاوب بأسلوبك دايما. كنت عايز أوضح لك حاجة. الأول كان الناس بتقول لك إيه ده؟ H2SO4. كنت بتقول ده سلفوريك أسيد. إيه اللي عرفك إن ده سلفوريك أسيد؟ المستر كان بيحفظك مرة واثنين وثلاثة، H2SO4 ده اسمه سلفوريك أسيد، تمام؟ تمام. لكن لو أنا قلت لك H4SiO4 إيه ده؟ هتقف. ليه؟ ما خدتهاش. ليه؟ عشان ما حفظتهاش. رجعنا لموضوع الحفظ، فده مشكلة. لكن لو مستر بيقول لك الحاجة اللي أقولها H وآخرها O دي تبقى أسيد، والأسيد بتقلي من النص كده، تشوف اللي في النص ده وتعلم عليه تنطقه وتزود حرفين اتنين IC هتجاوب. يعني انت شايف ده H2SO4 في الوسط هنا S سلفر، فهتزود حرفين هتبقى ايه؟ سلفر او سلفر كده، وهتزود الحرفين اللي جوه بقت ايه؟ سلفوريك أسيد. اذا هتعرف تقرا ده لوحدك، صح؟ طب اقرا كده. برافو عليك. يعني ده ايه؟ سيليكون، وبالتالي هتقول عليه سيليكونيك أسيد. طب وده هيبقى ايه؟ H2SO3. هتعرف تقرا؟ بالتاكيد. ازاي؟ هتبص تلاقي في النص هنا كربون، وبالتالي هتقول ايه؟ كربونيك اسيد، وهكذا. لو انت فهمت المنظر ده، هل مضطر انك تحفظ؟ بالتاكيد لا. اذا التعليم القديم بتاع الحفظ ده هيسبب لك تعب كتير جدا ومجهود كبير جدا وتاخد وقت كبير جدا، وفي الاخر الحصيله تقريبا صفر. انما انت لو فهمت المبادئ فهمتها، هتجاوب اي حاجه وبسرعه وراحه. طب يا مستر، والواجب هنحله لوحدنا؟ طبعا احنا هننزل لك الواجب باجاباته بعد كل محاضره، ومش بس كده، هطلع لك لايف بعد كل محاضره وحل معاك الواجب. خد بالك، لايف مش فيديو. هناقش معاك الاسئله، مثلا اسئله اللي تشوز، مثلا السؤال الاول الاجابه بي، هنقول ليه اخترنا رقم بي، ليه مش سي، ليه مش دي، تمام؟ فاذا انت لازم تفهم الكلام ده. هيبقى كل اسبوع معاك محاضره تقريبا لايف لحل اللي هو الواجب، وفي حاجات اكتر من كده كتير. طب يا مستر، افرض اللايف فاتني، هعمل ايه؟ طيب ما تقلقش، الناس جاهزه معانا، معمول لهم جروب واتساب، تقدر تسال الاسيستنت في اي سؤال وهو هيشرحه لك زي اللايف بالظبط. انت بس روح اساله، هو قاعد مستني سؤالك وهيجاوبك. طب يا مستر بس كده؟ لا، اكيد في لايف كويز بعد كل حصه. كل حصه لازم في لايف كويز، ولازم تجيب فيه سكور محدد علشان خاطر تشوف الفيديو اللي بعد كده. وبعد كل شابتر هيبقى فيه امتحان، تمام؟ الامتحان ده هيقيمك تماما، بحيث انك تدخل شابتر 2 ولا لا، ولازم طبعا تجيب درجه كويسه. طب يا مستر عندي سؤال، انا سمعت كل الكلام اللي قلته
بس هل فعلا النظام اونلاين كويس؟ تمام؟ اكيد اللي جاب طبعا بدل ما تنزل السنتر كل يوم ساعة رايح وساعة جاي وبتجهد 3-4 ساعات، هوفر لك الوقت، هوفر لك فلوس المواصلات اللي تتعب فيها، هوفر لك كل ده بالإضافة إلى الكتب كلها، هسيبها لك PDF مش كده وبس، ده كمان هسيب لك منها هارد كوبي تمام في المكتبات. أوكي؟ طيب يعني أتمنى لكم سنة كويسة، وعلى فكرة السنة دي هتبقى أحسن سنة اللي أنت متخوف منها أساساً، هتبقى سنة كويسة وهتدعونا إن شاء الله. كان معاكم مستر خالد نصر، كيمستري فور يو.